شاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم احمد النوبي مراسل محافظه الغربيه. احنا النهارده موجودين مع رضوان ضحيه جديده للاهمال الطبي. رضوان عنده قصه كده، هو دخل يعمل عمليه في الفقرات، طلع زي ما احنا شايفين. هو هيحكي لنا الواقع بالظبط. في البدايه كده عرفنا بنفسك. انا اسمي رضوان حامد، عندي 35 سنه، من سكه طنطا. اهلا بك رضوان. في 2021 في شهر 12 تعبت شوية كده وانا واقف في شغلي، فواحد صاحبي خدني وداني للدكتور فابو علي. كان هو يوم خميس، هو في يوم الخميس بيبقى فابو علي، فدكتور مخ واعصاب، فرحت له. فطلعت طبعا كنت داخل انا وصاحبي بس معيش حد تاني. فاول ما دخلت كشفت، انت ماشي كده ازاي؟ قلت له حضرتك انا مش فاهم انت بتقول يعني ماشي كده ازاي، يعني ايه يعني؟ قال لي يا ابني انت وضعك خطير، انت هيجي لك شلل. طب هيجي لي شلل بناء عن ايه؟ طيب انا جاي لحضرتك ماشي على رجلي. ده انت كنت رايح له ماشي على رجليك، يعني حسيت بوجع بسيط او الكلام ده كله؟ وجع بسيط، لان طبعا شغلتي بقف، طبعا انا راجل طبعا ببيع ملابس، فالناس عارفه ان انا بقف، مثلا الناس كلها عارفه بكده يعني، والناس كلها شايفاني يعني في الوضع والدنيا عارفاني يعني. طب هيجي لي شلل ازاي؟ طيب قال لي انا بس عايزك تعمل لي اشعه رنين. عملت اشعه رنين، بعتها له مع صاحبي، قال له لا ده احنا لازم ندخل رضوان عمليات بكره كبرنا. قال له طب ماشي هستاذنك، بس عم يتصرف في الفلوس، خليها لبعد بكره. تمام. طبعا كان هو مديني علاج اللي هي الجبتن والحاجات ديت. انا اصلا الحمد لله انا راجل ما بشربش حاجه، نعمه من ربنا عليا، فالعلاج ده كان مؤثر فيا جدا. العلاج ده كان بيخليني انام، ما بقدرش اقوم يعني. فالمهم يعني زي ما تقول سلمت امري لله. وطبعا موضوع كلمه شلل ده بيوقف لك مخك خالص يعني. طبعا قلت له يا دكتور انا عندي اسره وعندي 3 اولاد، فبالله عليك اذا كانت العمليه دي هتسبب خطوره ليا، بناقصها انا ماشي كويس يعني، اديني اي مسكنات. قال لي لا ان شاء الله ده 15 يوم وتنزل تمشي على رجلك تبقى احسن من الاول. طيب يا دكتور حاضر ماشي. المهم طبعا انا راجل كمريض امنت الدكتور، وهو ده اللي المفروض يعني ان احنا نعمله. ما احنا لو ما امناش الدكاتره مش ما يلزمش بقى ان احنا نكشف ونعيش بامراضنا بقى. فالمهم انا رحت الصفوه ماشي داخل على رجليا، برضو كان اهلي معايا طبعا واصحابي معايا. دخلت طلعت حضروني، قعدت الاول بتاع ساعه كده، وبعد كده حضروني دخلوني العمليات، حضروني دخل دكتور التخدير. ودي والله العظيم يعني اللي انا بقوله ده والله ربنا يسالني عليه وانا في القبر لوحدي بالله. دكتور التخدير دخل قال لي يا ابني انت كويس؟ اقف على مشط رجلك وقفت، اقف على كعب رجلك وقفت، انت يالا خول بتحكم في البول؟ قلت له والله. المهم قال لي ايه، طب سلم امرك لله. دخل الدكتور الشهير بتاع المخ والاعصاب، مش عايزك تقلق يا رضوان، زي ما قلت لك والله وعدتك 15 يوم هتبقى كويس. قلت له بالله عليك مش عايز عيالي يتحطموا؟ قال لي لا والله ما تقلق. المهم سلمت امري لله، اتقدرت، دخلت العمليه، فوت وانا في اوضه الافاقه طبعا مبهدل الدنيا، مش هقول لا. دخلت تحت 15 ساعه نايم على ظهري. العمليه كانت في الفقره كام وكام؟ ولا هو قال الرابعه والخامسه انفجروا يعني. هو كلامه كان معايا ان الرابعه والخامسه انفجروا. المهم 15 ساعه نايم على ظهري طبعا من كتر الالم، عمالين يديني في مسكنات قويه. قال لي هتمشي على رجلك، اطلع مستشفى ماشي على رجلك. طبعا روحت في الاسعاف. اول يوم عدى عليا طبعا يعني صعوبه جدا. 15 يوم اللي هو قال عليهم دول كنت بتعذب وبتالم الم ربنا ما يكتبه على حد. تمام. طبعا الممرض بتاعه شاهد بالكلام ده، وهو شافني وشاف وضعي. انا اصلا ما كنتش بقدر اساعده ان انا اغير. دي اول عمليه؟ اول عمليه. تمام. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده طبعا تعبت بعدها بشهر. قال لي بقول لك احنا لازم نحقن. طب نحقن ايه يا دكتور؟ بس عايز اعرف. قال لي نحقن مفصلين الجار، اللي هم المفصلين اللي هم ماسكين العمود الفقري تحت.
المهم قلت له طب ده لازمته ايه؟ طيب ممكن حضرتك تيجي تعمله لي في البيت عشان انا ما بقدرش. قال لي لا، حاول تخلي حد يجيبك يشيلك ويجيبك مستشفى الصفو. حقنت دخلت العمليات، حقنت اول حقنه ما عملتش معايا اي حاجه، كثف لي العلاج. طبعا بدا يديني علاج، دخلني في اكتئاب. العلاج اللي هو بدا يدهوني، لان طبعا العلاجات طبعا نوم وزهق وخنقه، العلاجات دي اثر ربنا ما يكتبها على حد. وطبعا بدا الموضوع يتكثف معايا في علاجات، والنسب بتاع العلاجات بدات تترفع معايا لان النسب جسمي اتاقلم عليها. طبعا بقت حياتي اتغيرت 360 درجة. تعبت تاني، قال لي تعالى نحقن تاني، خش العمليات نحقن تاني. دي التالتة بقى، دي التانية. تعبت تاني، قال لي طب تعالى بس الحكاية والرواية. قلت له حاضر ماشي. المهم 10 رمضان 2022 تعبت جدا. اصحابي جولي هنا الساعة 6 الصبح في بيتي، كلموه يا دكتور ما بيردش. المهم مننا اللي حاولوا يتواصلوا معاه على الواتس، رد عليهم. طيب ودوه مركز كذا. طيب عملت الإشعة يا دكتور، قال له هاتوه بسرعة على الصفوة. رحت له على المستشفى طبعا، دخلت طلعت له فوق الدور الثالث انا واصحابي. طبعا قعدنا معاه، يا دكتور الإشعة بتقول ايه؟ قال لك الاشعه بتقول ان احنا لازم نخش عمليات حالا. اهو طب ليه؟ طيب اخش عمليات؟ انا طبعا بتكلم بقى من زهقي، خلاص زهقت بقى. يعني اجي لك اكشف ماشي على رجليا، تدخلني عمليات 5 مرات او 6 مرات في سنه واحده؟ طب ليه؟ طب انا النهارده راجل مثلا ما كنتش مدتي اموت مثلا، يعني انا مثلا لو معيش فلوس ان انا اصرف على نفسي اموت؟ فطبعا ده ما يرضيش ربنا. المهم طب هتعمل ايه؟ قال لك هرفع القفص وارفع المسامير. دي اللي كان مثبتها في العمليه الاولانيه، دي اللي كانت متلوثه. اللي هي العمليه الاولانيه اللي هو بسبب التلوث. تمام. انت النهارده راجل دكتور جراح كبير، المفروض بتعمل عمليه كبيره زي ديت لمريض تتفادى اي تلوث، لانك عارف خطر التلوث ايه. تمام. المهم النهارده اجريت العمليه، دخلت هو رفع المسامير بس القفص قفل على العظم، ما عرفش يرفعه. تمام. طبعا طلعت لقيت المستشفى بعدها ب3 ساعات بتقول لك بعد اذنك عايزينك تغادر الاوضه. يعني انا راجل طلع من عمليه كبيره زي ديت بعد اذنك غادر الاوضه. تمام. طبعا روحت في اسعاف تاني برضه، كانوا مركبين لي في صدري كده الجهاز اللي هو اللي فيه المخدر يحاول يسكنني شويه. تمام. المهم روحت قال لي هتبقى كويس وبتاع، معلش والله بس انا حاولت اعمل لك العمليه لاني مش فاضي، انا طالع العمره وهتاخر شويه. طب انت طالع العمره لبيت ربنا، تعذبني انا مثلا؟ يعني انت طالع ترتاح وتنعم نفسك وانا ابقى متعذب؟ المهم تعبت جدا، الممرض بتاعه بقى يجي لي، انا اصلا مش قادر اساعد الممرض اللي انا غير. وطبعا العظم خلاص بدا يتعبني من كل جسمي، مش من مكان العمليه بس، من كل جسمي. لان طبعا فتح الظهر ده مش بالساهل مره، فما بالكم بقى ان انا فتحت مرتين على ايد الدكتور ده ودخلني عمليه حقني 3 مرات. تمام. المهم كل ده طبعا برغم ان هو دافع فلوس تعب صحه، يعني الفلوس ملهاش اي قيمه قصاد كلمه اي. تمام. فالمهم تعبت جدا، كلمته بدا يكثف العلاج يكثف العلاج يكثف العلاج، تعبت اكتر، بدات ان انا اتعب. المهم لما جه رحت له مكانه تاني، انا كنت طبعا بتابع معاه في المحله هنا برضو عند بنزيون. تمام. طبعا ومعايا الروجيتات كلها ومعايا كل حاجه. طبعا رحت له اخر مره خالص في ابو علي. طبعا كانوا اصحابي شايليني على الكرسي ومش قادر، ومن كتر الالم اللي انا كنت فيه الناس المرضى اللي قاعده قالوا اللي قاعده بعد اذنك دخليه هو الاول. تمام. وطبعا يعني لما اكون جاي لك بالحاله ديت وانا اصلا مريض عندك ما تدخلنيش وانت شايفني في الكاميرا الا لما تاخد مني حق الكشف. فطبعا ازاي تاخد مني حق الكشف اصلا وانا راجل مريض ومتابع معاك؟ المهم دفعنا حق الكشف ودخلنا. قال لك انا عايزك تامني على نفسك ان انا ادخلك اعمل لك عمليه ثالثه، اركب لك اركب لك مسمار يثبت لك المفاصل. طب انت النهارده اصلا بوظت لي ظهري، هتبوظ لي المفاصل كمان؟ يعني انت قصدك ايه؟ يعني انك تشلني وتقعدني في بيتي؟ طبعا الكلام ده كله بقوله معايا شهود عليه. تمام. المهم انا قلت له لا انا مش هعمل الكلام ده.
المهم قال لي طب هو ده اخر الكلام عندنا، بس الاول نتاكد ان الروماتايم بتاعك مظبوط. حولني لدكتور مساعد معاه هنا قدام على سكة طنطا في محل. دكتور محترم جدا في قمة الاحترام والاخلاق. تمام. رحت له قال لي يا رضونا احنا هنبعتك طنطا يحاولوا يشوفوا لك موضوع روماتايم ويحاولوا يعملوا لك علاج طبيعي مكثف. طبعا رحت جلسة في التانية قالوا لي يا ابني انت حلق مش هنا. تمام. طبعا كان في نقطة اللي انا حابة اتكلم فيها، الدكتور ده قال لي هتروح لدكتور عند الزراعة اخر بقى مزيق خالص، دكتور تردد حراري. طبعا الدكتور ده انا ما شفتش في امانته في الدنيا كلها. تمام. الدكتور ده اول ما دخل ده هو اللي بعتك له. هو اللي بعتني له بمحادثة ما بيني وما بينه رسمي. ايه اللي حصل؟ وقال لي قول له الدكتور كذا كذا هو اللي بعتك. طبعا الدكتور المحترم اللي عنده الزراعة بتاع التردد الحراري اول ما شاف الاشاعات قال لي يا ابني حرام عليك، انت مين اللي قال لك تعمل في نفسك كده؟ انت دمرت نفسك. انا دلوقتي الدكتور ده بعتك عندي بيخفف من على نفسه، وانا راجل براعي ربنا انا مش هقبل بالكلام ده. طبعا اصحابي اتصدموا في الرد. طبعا انا من الالم اللي فيا بدات ان انا ابكي للدكتور، بحس ان انا حسيت اللي انقذي في ايده. قال لي لا والله انا حرام عليا ان انا ادخلك واخد منك فلوس، انا براعي ربنا في شغلي، انا لو دخلتك عمليه حالا هيجي لك نزيف في الدم تموت، مفيش دكتور هيلحقك في العالم كله. فيا ابن الحلال انا معرفش اصلا هو قبل يعمل لك العمليه الثانيه ازاي ومعداش عليك 6 شهور، وحقنت ازاي 3 مرات ومعداش عليك وقت اصلا. الحقن ده المفروض اللي احنا بنستخدمه قبل العمليات الجراحيه، وبعد الحقن بعد العمليات قبل العمليات الجراحيه التردد الحراري، ما جابش نتيجه بنلجا للعمليات الجراحيه. انما هو الدكتور ده معروف في مجالنا، والله العظيم كلمه، والله والله كلمه، ربنا شهيد وكيل عليا، ادي ربنا يخصني لو بقولها كذب. الدكتور قالها لي ببقه، قال لي الدكتور ده معروف في مجالنا كله، هو اسرع دكتور بيمسك مشرط في جمهوريه مصر العربيه كلها. تمام. المهم بكلمته واتس قلت له يا دكتور حسبي الله ونعم الوكيل فيك، الدكتور اللي انت بعت لي له قال كذا 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 كذا. طبعا بدات ان انا اسعى ان انا اروح لدكاتره تانية. تمام. طبعا لفيت من منصوره لاسكندريه للقاهره. تمام. اي دكتور بيكشف عليا مره يقول لي هديك مسكنات بس حاول ما تجيش تاني لان علاجك مش عندي، علاجك عند الطبيب اللي فتح لك المرتين. تمام. رحت القوات المسلحه في العجوزه. تمام. ان انا افحص واعمل فحص الجسمي وكده ويحاولوا يشوفوا لي اي حل. قابلت عقيد محترم هناك في قمه احترام الدنيا، طبعا رحب بيا وما سابنيش وخصص لي كونسلتو يكشف عليا. طبعا الكلام ده كله معايا اوراقه. طبعا حاولوا يحجزوني هناك، حاولوا يعملوا لي علاج اكسجين بالاكسجين وعلاج مائي. طبعا انا جسمي ما ساعدهمش ان انا اقدر اساعد معاهم، قالوا لي حرام عليك انت هتدفع فلوس على الفاضي وانت مش هينفعك حاجه برضه، ارجع للدكتور اللي عمل لك العمليه. يعني كله بيقول لك ارجع للدكتور اللي عمل لك العمليه، لان كله كان بيشوف ضهري، كان بيخاف ان هو يشيل غلطه الدكتور. تمام. خدت اجراء قانوني يا رضوان؟ خدت اجراء قانوني وان شاء الله انا اتحولت طب شرعي والدكتور النيابه استدعته ان شاء رب العالمين. طبعا انا عملت عمليه في 29/12 برفقه الدكاتره دي. طبعا طبعا لما رحت للدكتور ده في الاخر قال لي انت مالكش حل، الدكتور الجراح رحت له هنا عند بنزيون قال لي انت مالكش حل عند اي دكتور في العالم. طبعا انا كان معايا والدتي، طبعا والدتي ست كبيره، ازاي ان هي تسمع ابنها اللي شايل المسؤوليه كلها مالوش حل عند اي حد في العالم؟ عندك اطفال يا رضوان؟ عندي 3 اطفال. طبعا والدتي طبعا من هنا قعدت حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طبعا اتفاجئت اللي هو طالب لي كام دكتور جم. طبعا اتفاجئت اللي في دكتور تجميل جنبه محترم جدا طلع لي قال لي تعالى انا احل لك المشكله. اصحابي شالوني دخلوني اوضه تانية، قلت له يعني، فانا طبعا بقول له يعني ده منظر جرح وباري له ظهري. قال لي انا مش عايزك تقلق، لو عملت 100 عمليه انا ممكن اعمل لك عمليه تجميل تضيع لك الجرح ده من ظهرك. من هنا انا احترمت الدكتور ده وقعدت. لقيت دكتور تاني داخل لي، دكتور تحاليل برضه مشهور في المحل عند سوق بسيسه. تمام. لقيته داخل لي قال لي انا مش عايزك تقلق، انا هخش اتكلم مع الدكتور 5 دقايق واجي لك تاني. دخل اتكلم مع الدكتور وجالي شاف الاشعه بتاعي،
فقال لي انت يا ابني ما كنتش محتاج عمليه. دخل للدكتور قال له انت، انا شفت الاشعه ما كانش يحتاج عمليه. قال له وانت بتفهم في الاشعه؟ بنفس المنطق كده هو طلع قالها لي تمام. قال لي طب انت حلق معايا ان شاء الله وما تشغلش بالك. واتصلوا بدكتور مخ واعصاب برضه مشهور عند السنترال تمام. قال لهم ان شاء الله انا هشوف له رضوان حل، انا مش عايزه يقلق. لقيت دكتور التحاليل ده طبعا قال لي انت لو عايز تروح المانيا انا اوديك، فرنسا انا اوديك، ده ما حدش لاقي لك حل هنا تمام. انت بعد ما عملت العمليه اللي هي بتاعت مصر دي اللي هي اخر ما هو انا قبل ما اعمل عمليه بس حصل معايا موقف برضه. هم قالوا لي هنشوف لك. المهم الدكتور المخ والاعصاب اللي عند السنترال الجديد اتواصل مع جميع الاطباء طبعا، حاولوا يتواصلوا اكبر دكتور. المهم اتواصلوا للدكتور بتاع القاهره ده مشكورا، رنوا عليا قالوا لي تعال لنا، ده اسم الدكتور حاول تروح له. طب انتم محدش فيكم هيجي معايا؟ طب احنا ورانا شغلنا. طب احنا طبعا انتم النهارده وعدتوني ان انتم مش هتسيبوني. بدات ان انا اخد اصحابي واروح للدكتور. طبعا الدكتور في البدايه ما كانش قابل الحاله لان الوضع كان صعب. طبعا بعد تلحله كبير جدا وقبل الحاله وطلب مني مبلغ. في الوقت ده كده يا رضوان كنت بتعرف تمشي على رجلك؟ لا لا كانت اصحابي بيشيلوني. وطبعا اتواصلت معهم مع الدكتور التحاليل ده، قلت له يا دكتور الوضع كذا كذا كذا. قال لي ما تقلقش ان شاء الله نحل الموضوع. طبعا انا ما بتكلمش ماده، انا كده كده اصلا صرفت، انا قعدت سنه اصرف على نفسي وما بتكلمش مع الدكتور ده في اي حاجه. ومبدئي اللي انا رايح له يشوف لي حل، ما يشوفليش ماده. انا قلت لو هبيع اخر حاجه عندي هبيعها واكمل على نفسي، شفاية اهم حاجه في الدنيا، وان انا اقف لعيالي تاني بالسلامه تمام. طبعا كلمته قال لي ما تقلقش تعالى الموضوع محلول ان شاء الله. وتواصل معايا دكتور المخ والاعصاب اللي عند البندر برضو اللي عند السنترال الجديد مشكورا، قال لي احنا هنتواصل مع الدكتور اللي عند بنزيون الجراح برضو وخلاص، وقال لي الموضوع محلول ان شاء الله. طبعا فضلوا مسكتيني لغايه يوم العمليه. انا يوم العمليه بالليل لقيتهم بيرنوا على اصحابي اللي هو دكتور التحليل ده، انا عايزكم تجيبوا رضوان وتيجوا عند المعمل بتاعي اللي هو عند سوق بسيسه، اروح 100,000 جنيه مقابل العمليه، وامضي على تقرير ان الدكتور ده ما عملليش اي حاجه خالص تمام. فطبعا انا ما كنتش طالب منهم فلوس، انا كنت طالب منهم اللي هم يجوا معايا للدكتور ده يحاولوا يتوسطوا لي عند الدكتور ويقفوا معايا بحيث ان الدكتور يعرف ان انا في حد في ظهري تمام. المهم قال لي والله وده الحل اللي عندي. طبعا انا ما عجبنيش الكلام ولا الناس اللي كانت قاعده عجبها الكلام، طبعا سبته ومشيت. واضطريت ان انا ابيع حاجه عندي كده ان انا افك نفسي فيها واعمل عمليه، لان ما كانش ينفع اخلف ميعاد الدكتور ده، ما كانش هيقبلني تاني تمام. وتوكلت على الله ورحت عملت عمليتي تمام. بعد العملية طبعا قعدت هناك 7 أيام في المستشفى. طبعا كنت قاعد في مستشفى في القاهرة، طبعا المستشفى غالية جدا، هو الدكتور ما بيشتغلش الا في المستشفيتين دول اتنين، انا كنت قاعد في واحدة من ضمنهم. فطبعا جيت بعدها ب5 أيام لقيت دكتور التحليل ده بيكلمني وجاي للبيت. طبعا فكر ان انا مش هرحب بيه بيتي، بل بالعكس انا رحبت بيه. وقابلته مقابله كويسه، اهلي قابلوه ودخلوه ليا، انا كنت نايم على السرير وضيفته قعد عندي حوالي 2 ساعة. طبعا ما بيتكلمش في حل ليا، هو بيتكلم في مواضيع ان هو كان في مشاكل وبيحل مشاكل. فطبعا انا كنت في الايام دي تعبان جدا لدرجه ان انا ما فيش اصلا لا مسكنات ولا اي حاجه نافعه معايا. المهم قام اول مره طبعا مشكورا اللي هو جه زارني تمام. تاني مره جالي الساعه 2 بالليل هو واصحابي تمام. قال لي احنا عايزين نحل الموضوع ده بقى، وانا تواصلت مع الدكتور وهنحاول نزود لك ال100,000 جنيه 50,000 جنيه. قلت له بتاعت ايه؟ انا ما بطلبش فلوس، انا بطلب ان انا عايز حقي، لو الدكتور ده غلط في حقي انا عايز حقي، انا ما بطلبش فلوس. قال لي لا طب ايه رايك نتمن اللي انت عملته كله باشعاعات وعلاجات وعمليات وتحاليل واللي 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 واللي. المهم طبعا شاف الوضع اللي عندي وضع صعب جدا. المهم هم حددوا مبلغ وهم قاعدين وقالوا لي هنرجع نتفاوض مع الدكتور ونرجع لك تاني. طبعا نزل من عندي خلى الدكتور يتخذ اجراء قانوني، كل ده هو مسكتني بالاقرار اللي معايا اللي هم ماضينه
اللي هو ده وهم مضين عليه شهود ان هو الدكتور اللي بيقول انا مضي غصب عنه، ده اقرار اتمضي غصب عنه، اجراته عمليه لرضوان حامد محمود البحيري، تثبيت، وبعد 3 أشهر حدث التهاب بالجرح وتم رفع المسامير من مكان العمليه وترك القفص القطني، وبعد ذلك تشخيص العمليه بالظبط، تشخيص العمليه تمام، وانا التزم بكافه الالتزامات الطبيه لرضوان في المكان اللي يحتاجه للطبيب اللي يحتاجه، واقررت انا بهذا الطبيب فلان الفلاني وشاهد الطبيب فلان الفلاني وشاهد الطبيب الفلان الفلاني وشاهد الطبيب الفلان الفلاني، انا النهارده لو بمضي الدكتور ده غصب عنه زي ما هو بيقول وخلوه يعمل فيا محضر اللي انا ببتزه، انا النهارده لو ببتزه او هو معاه رساله واحده اللي انا ابتزيته بمبلغ او انا اصلا ابتزيته باي حاجه يقدمها، وانا اي مساله قانونيه انا 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 التزمها تمام. انا بطلب ان انا حق يجي لي بما يرضي الله، انا بطلب الطب الشرعي حق يجيب لي حق ما يرضي الله، وحكومتي تجيب لي حق ما يرضي الله ان شاء الله رضوان. انا دلوقتي انا واقع في ناس تمام، هم لو معاهم امكانيه اللي هم يهددوني بالتليفونات والكلام ده، انا ما معيش امكانيه، انا راجل قاعد تعبان ومريض في بيتي، لو اصحابي جم خدوني انزل افك جو شويه، انا النهارده بفك جو عن نفسي، معلش مش محتاج ان انا واحد يكلمني في التليفون يقول لي لو ما سكتش احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، مش عشان انتوا ربنا مديكم هتلتزم بالناس بالكلام ده. فانا طبعا هيجيبلك حقك ان شاء الله، انا ملتزم بالحكومه وساكت وما بذكرش اسامي حد، بس انا ليا حق وعايز حقي ان شاء الله، حقك يجي لك باذن الله، وحسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدي ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، كنا معكم من داخل محافظه الغربيه وبتحديد مدينه المحله الكبرى، كان معنا رضوان ضحيه جديده للاهمال الطبي، كنا بنرصد استغاثته. نشكركم متابعينا الكرام، نشكركم متابعي المصري اليوم، شكرا لكم.